يعني زي ما احنا عارفين اكيد شفنا امبارح استئناف الاهلي للتدريبات بعد الراحه اللي اعطاها موسيماني 24 ساعه للفريق، وده شيء اعتقد كان محترم وكان مهم. انت بتتكلم برضو في ضغوطات، في يعني تزامن وتلاصق في المباريات بشكل كبير جدا، فانت بتدي 24 ساعه ده امر لابد منه. فعادوا مره ثانيه للتمرين، بجانب بقى ان احنا عايزين نتكلم عن ملف الدوليين، لان هم لم يحضروا واخدوا زي ما بيتقال كده راحه، لان طبعا هم بالفعل عليهم ضغط كبير جدا يا كريم. يعني هو خلينا نقول ربنا يكون في عونهم وربنا يكون في عوننا احنا كمان كجمهور، لان اكيد احنا محتاجينهم، اكيد احنا كنا عايزينهم في كامل قوتهم واستعداداتهم البدنيه وغيره، لكن اكيد برضو الدور اللي هم بيأدوه دور وطني جدا مهم جدا ان هم يكونوا متواجدين في المنتخب. امال المصريين كلها مبنيه عليهم، فشيء محترم وشيء يحترم، لكن هنرجع نقول اكيد الله يكون في عونهم، لان ضغط برضو مش سهل. اكيد